طبعا خليني اقول لحضراتكم بس قبل ما نكمل كلامنا عن الاهلي انه مصر كلها ودعت الاعلامي الكبير طبعا حمدي الكنيسي، واحد من الاسماء والعلامات في مجال الاعلام وفي مجال الاذاعه المصريه. وانا شخصيا الحقيقه يعني طبعا استاذ حمدي بالنسبه لي يعني استاذ ومعلم وشخص انا كنت بكون له كل الاحترام والتقدير، وما زلت طبعا اسمه الحقيقه بالنسبه لكل العاملين في مجال الاعلام يمكن من الاسماء الغايه في الاحترام وغايه في الاحتراف وغايه في التواضع. وقول زي ما انت عايز تقول، وفي المرات البسيطه اللي قابلته فيها وتعاملت معاه فيها الحقيقه يعني لمست قد ايه الشخص ده متواضع جدا بدايه، عنده حرص انه يعلم ويوصل ويدي من خبراته الطويله جدا الكتير لكل الاجيال اللي طالعه. خالص تعازينا طبعا كأسرة قناة النادي الأهلي لأسرة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين يمكن دي كانت مشاركة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في جنازة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، وأيضا هو عضو مجلس إدارة سابق في النادي الأهلي. كابتن خطيب كان حريص على المشاركة طبعا النهاردة في صلاة الجنازة وفي اللحظات الأخيرة في وداع واحد من أهم وأبرز الإعلاميين في مصر، الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي.